أيضا تذكرنا كلنا بوقوفنا نحن حيث وقفنا موقفا عظيما في زمن ماض قديم بين يدي ربنا العظيم، حيث أخذ الله علينا الميثاق والعهد. عظم مكانة هذا المكان ومنزلته عند الله، ويشعر الإنسان لهذا المكان بالإجلال والاحترام والتقديس، ويتفكر الإنسان وهو هنا، وكلما طاف هنا طاف موسى، وهنا طاف إبراهيم، وهنا طاف يونس، وهنا طاف إسماعيل، وهنا طاف إسحاق وسليمان وداود، وهنا طاف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فها أنت تكرم أن تكون في المكان الذي كان فيه هؤلاء الكرام الصفوة من الخلق كله، فأي نعمة أكرمك الله بها؟ فكيف ستتعامل مع هذا المكان بالجلال والتقديس والاحترام والأدب وحسن التعامل واغتنام كل لحظة فيه بطاعة لله جل جلاله؟ وهذه المشاعر أيضا تذكرنا كلنا بوقوفنا نحن حيث وقفنا موقفا عظيما في زمن ماض قديم بين يدي ربنا العظيم، حيث أخذ الله علينا الميثاق والعهد، وكان هذا الأمر في ذاك المشعر العظيم، مشعر عرفة، المكان الذي أخذ الله عز وجل علينا كلنا وعلى بني آدم كلهم العهد والميثاق. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استخرج من صلب آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان يعني عرفة، واستشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا ميثاق العهد، وذاك عالم الذر الذي هو من عقيدة المسلم الإيمان به. فالله استخرجنا كلنا من صلب أبينا آدم، استخرج هذه الأنفس ووقفت بين يدي ربها وكلمها ربها، واستشهدنا على نفسه بأنه هو ربنا وهو معبودنا الأوحد. فكلنا أقررنا، كما في خبر أبي الصحيح الذي رواه الفريابي، أن الله عز وجل بعد أن أقر العباد كلهم له بالربوبية قال: سأشهد عليكم السماوات السبع. كلنا قلنا أقررنا بأنك أنت رب. قال: سأشهد عليكم الأراضين السبع. قلنا أقررنا. قال: يا آدم قم واشهد على ذريته. فقام آدم وشهد على ذريته بأنهم أقروا. فقال الله عز وجل كما في خبر أبي الصحيح، قال الله: سأنزل كتبي وأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق، والله أوفى الأوفياء. هل ذكرنا الله بذلك العهد في كتابه؟ الجواب نعم. أين هو؟ نجده في قول ربنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هل وفى أنه أمر رسوله أن يعلمون ويذكرون بهذا العهد والميثاق؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا العهد والميثاق، وهذا حديث ابن عباس. ولذلك هذا شيء من سبب هذا الحنين الذي يجده الإنسان نحو هذه الأماكن، جانب الفطرة، جانب هذا العهد والميثاق.
فلذلك تجد هذا الحنين والشوق نحو هذا المكان الذي أخذ عليك العهد من قبل ربك جل جلاله. فلذلك تجد وإذا كان الإنسان يحن إلى المكان الذي سقطت فيه جسد ولادة، فكيف بالمكان الذي سقطت فيه نفسه ابتداء وكان ذاك الموقف العظيم. إذن هذا الارتباط بهذا المكان مع الأنبياء، ثم معنا كلنا بتذكر ذاك الأمر العظيم وهو العهد والميثاق، لا شك أنه سيجعل لهذا المكان من القدسية والمكان في نفس كل إنسان شيئا عظيما.